السيدات والسادة أهلا بكم ملفات السياسة الأردنية الخارجية هي موضوع حلقتنا لهذه الليلة أسئلة كثيرة وكثيرة نحتار فيها من أين نبدأ فالعلاقات الأردنية العالمية من جهة والعلاقات الأردنية العربية والإقليمية في زمن متغيرات الربيع العربي ملف انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي هل بات في غياهب النسيان أم أن ما حققنا من مكتسبات كان أيضا على درجة هامة الوضع في الحدود الشمالية كيف هو وهل حقا موقفنا محايد ومن ثم الوضع في الحدود الغربية هل كان لابد من إرسال سفير إلى تل أبيب في هذا التوقيت ما هو بالمقابل مصير الأسر الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي صورة الأردن أمام العالم الآن كيف نقرأها للإجابة على كل ما سلف وأكثر لنا أن نرحب بمعالي الأستاذ ناصر جودة وزير الخارجية أهلا بك معالي أبو طارق ليلة في نبض بلد شرفنا مساء الخير شرفنا معليك قبل ما ابدا في السياسه وقبل ما نبدا في العلاقات الخارجيه وكل هذه المواضيع اللي للكلاسيكو مدريدي ولا برشلوني سؤال يعني حق الغام لانه راح تورطني مع اولادي انا مدريدي لكن هم برشلوني ف <applause> علاقات الدبلوماسيه الاردنيه الاسبانيه بتاثر في المنيني. ما بتاثر ابدا 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 علاقات الاردن مع كل العالم علاقات وديه واحترام متبادل ولا يؤثر في لا رياضه ولا غيرها طيب معليك خليني حقيقه آه، لما نحكي اسم ناصر جوده في العموم يقال ناصر جوده هو وزير عابر للحكومات ما قصه عابر للحكومات قصه عابر للحكومات يعني اصبحت دعابة يمكن لاني انا صار لي اتشرف بهذا الموقع اكثر من ثلاث سنوات ونصف اللي هو بالمناسبه مش رقم قياسي في يعني وزارات في الاردن في وزارة في خارجيه وفي غير خارجيه قعدوا خمس سنين وست سنين وسبع سنين لكن اللي اللي صادف انه خلال الفتره الاخيره تغيرت خمس حكومات نعم فيمكن كانت حكمه صاحب القرار بانه في موضوع السياسه الخارجيه الاردنيه يمكن الاستمراريه مطلوبه وانا جندي اتشرف بهذا الموقع واخدم جلال سيدنا من من بيتي وفي اي مكان، كانت بالمناسبه قبل كان يعني بعض الوزراء في الخارج يعني من باب الدعابه يقولوا مثل ما انا اول ما استلمت وزير الخارجيه رحت على اول اجتماع لوزراء الخارجيه العرب فكانت النكته بين الجماعه انه كم شهر باقي معنا؟ فمعروف انه وزير الخارجيه او اي وزير اردني معدله كم من شهر؟ أم لكن حقيقه لا هي فيها ارقام قياسيه ولا فيها هذا بس السبب هو تعدد الحكومات. طيب سيدي ابدا حقيقه من خطاب جلاله الملك في الامم المتحده اين تنبع اهميه هذا الخطاب بدايه؟ أم هذه أم الفعاليه التي اللي بتصير في الامم المتحده في الجمعيه العامه وهو افتتاح ما يسمى بالجلسه العاليه للجمعيه العامه للامم المتحده في الاسبوع الاخير من شهر ايلول كل عام. ميزتها لها عده زوايا وعده جوانب، اولا حوالي 194 رئيس دوله او رئيس حكومه او وزير خارجيه موجودين في نفس المكان. في الجمعية العامة للأمم المتحدة نعم. وبدلوا بدلوهم في مواقف عبروا عن مواقف سياسية لبلدانهم وفرصة للاجتماعات الجانبية واللقاءات الثنائية وكذلك اللقاءات المتعددة الأطراف مشاركة جلال سيدنا دائما حضوره المميز الاحترام الذي يحظى به ومن خلاله الاحترام للمملكة الأردنية الهاشمية دائما قيمة مضافة وجود جلال سيدنا في نيويورك الميزه اللي بيحكوا فيها بالمناسبه كل قاده العالم انه دائما خطاب جلاله الملك قصير من حيث المده الزمنيه لا يتجاوز العشر دقائق لكنه مركز وفي رسائل واضحه وتعبر عن موقف جلي في مختلف الامور، قضايا الداخليه، القضايا العربيه، القضايا الدوليه، اهتمامات المملكه الاردنيه الهاشميه، على سبيل المثال العام الماضي 2011 تحدث جلاله الملك امام الجمعيه العموميه وتحدث في الشان العربي وتحدث في الربيع العربي وتحدث ايضا في الشان الداخلي وتحدث عن مسيره الاصلاح السياسي والاقتصادي الشامل الذي يقوده جلاله الملك وتحدث عن الخطوات التاليه السنه هذه لما تشرفنا ان نكون معي جلاله الملك في الامم المتحده تحدث جلاله الملك عما تم انجازه من الخطاب الماضي الى الخطاب الحالي فكان هناك موقف واضح في الخطاب من موضوع الربيع العربي من موضوع الاصلاحات التي يسير بها الاردن بقياده جلالته هنا، نعم. من موضوع الازمه السوريه تحدث ووجه نداء للعالم بان يساهم في مساعده الاردن في تحمل هذا اللعب، وكذلك تحدث بالنسبه للموقف السياسي بانه الان يجب ان يتوقف العنف وتبدا المرحله الانتقاليه لأن الشعب السوري يستحق اكثر من هذا بكثير، نعم. هذا شعب عريق، تحدث جلاله الملك في مسيره السلام المتعثره وبشكل محدد تحدث موضوع القدس الرعاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية نعم. وأنه أي مساس بهذا هو تجاوز لا يمكن أن نقبل فيه كان خطاب شامل ومركز وحظي باهتمام كل الموجودين في الجميع. أخذ نقطة حقيقة سجل عالميا للملك أنه تحدث كزعيم عربي عن القضية الفلسطينية في زمن الربيع العربي رغم أنه الخطابات العربية اختفت من القضية الفلسطينية ما هو الجديد في الموقف الأردني في تجاه ما يحدث في قضية فلسطين. لا يوجد جديد الموقف الاردني ثابت ولا يتغير والموقف الذي يعبر عنه جلالة الملك باستمرار بانه مهما حدث في منطقتنا ومهما كان هناك من تطورات ومهما كان هناك من احداث تبقى القضية الفلسطينية هي القضية المركزية المحورية وغياب الحل يعني مزيد من التوتر والاضطراب في منطقتنا هذا الخطاب لم يتغير دعوني اذكر بامرين الامر الاول عام 2007 أم بعد تداعيات الحرب في العراق وما شابه ذلك صار في نسيان من قبل الدول المؤثره في العالم للملف الملف السلام، ملف القضيه الفلسطينيه وكانه همش فتحدث جلاله الملك امام جلسه مشتركه للكونغرس الامريكي عاصمه مؤثره في في هذا الموضوع نعم وذكرهم وتحدث بشكل اساسي عن القضيه الفلسطينيه وذكرهم بانه القضيه الفلسطينيه همشت هم ويجب ان تعود الى الساحه الاماميه وبالفعل أعاد تركيز العالم على هذا الموضوع الأمر الثاني الآن في خلال السنة ونص أو سنة وثمان أشهر الماضية في خضم الصحوة العربية أو سلسلة الصحوات العربية فلنسميها أعاد التركيز جلالة الملك على أنه نعم صحيح هذا مهم هذه الأحداث كلها مهمة هذه التغييرات التي يشهدها العالم العربي نعم. تغييرات جذرية تغييرات مؤثرة تغييرات يعني تخط المستقبل خطوات المستقبل لكن القضية الفلسطينية تبقى هي القضية المركزية وسمع العالم لا ننسى كلمة جلالة الملك كلمة محترمة مسموعة مؤثرة في كل اروقة صنع القرار في العالم وهذا بالمناسبة مش مبالغة يعني. طيب بدي اجي في ذات السياق كونك ذكرت العاصمة المؤثرة الان العالم كله يترقب انتخابات امريكية وهذه الانتخابات لها انعكاسات على القضية الفلسطينية كيف تقرؤونها اليوم؟ أم الحقيقة انه عندما انتخب الرئيس الامريكي الحالي باراك اوباما عام 2009 ركز على ملف السلام في الشرق الاوسط من اول يوم هو يعني تولى منصبه في 20 كانون الثاني عام 2009 وتسعة في 21 زار وزارة الخارجية الأمريكية وعين المبعوث الأمريكي الخاص ميتشل من هناك فكانت هذه رسالة واضحة بأنه جاي يبلش بهذا الملف من الأول ويحله وبعدين ينطلق في أمور أخرى تعثرت الجهود كما تتعثر دائما يعني هذا مصير هذا الملف الذي نؤكد دائما بأنه مهم الآن طبعا أنا أستطيع أن نحكم أعتقد أن الرئيس الأمريكي متقدم ببضعة نقاط على منافسه وهناك سلسلة من المناظرات التي ستجري بدأت قبل أيام وستستمر مناظرتين باقي اذا انتخب الرئيس اعيد انتخاب الرئيس الامريكي الحالي من المتوقع انه يكون في مزاج بان يستمع الى اراء جديده لبث الحياه والروح في عمليه السلام مره اخرى وعلينا جهد مطلوب في هذا الامر ان نوفر هذه الافكار وهذه الرؤيه وهذه الاستراتيجيه واذا انتخب المرشح الجمهوري انا اعتقد انه ستتاخر العمليه لانه سيحتاج الى وقت ليبلور استراتيجية حول هذا الملف لكن أنا متأكد أن أيضا سيوليها اهتمامه فمطلوب في هذه الفترة منا أن يعني وقفة مراجعة نشوف وين وصلنا وين تعثرت الأمور ما هو المطلوب ما هي الخطوات المطلوبة ترون المصلحة اليوم في فوز الديمقراطيين بالانتخابات الأمريكية؟ لا لا يمكن أن نجيب عن هذا السؤال كوزير خارجية لأننا إحنا لا نتدخل بالشأن الداخلي لأي دولة كانت هذا قرار الشعب الأمريكي ولكن نحن دائما كانت إدارة جمهورية أو إدارة ديمقراطية علاقاتنا مع الولايات المتحدة علاقات صداقة قديمة متجدرة في التاريخ والدعم اللي نتلقاه حقيقة المساعدات الاقتصادية التي نتلقاها من الولايات المتحدة يعني السنة هذه أكثر من 750 مليون دولار وعلاقات ليس فقط مع الاداره ولكن مع الكونغرس بشقيه جمهوري ديمقراطي يعني لا اذا في العلاقة. اجماع اذا في اجماع وانا بسمعها اليوم كان عندي سنتر امريكا ايضا تشرف بمقابله جلاله الملك بيقولوا اذا في اجماع على بلد في في الولايات المتحده هو على على الاردن حقيقه بسبب هذه العلاقات اللي رسخها رحمه سيدنا الملك الحسين ويعززها ويدعمها جلال سيدنا الله يطول عمره فحقيقه ما في خوف على العلاقات يعني. طيب سيدي بدي اجي لموضوع باب المغاربه والحقيقه هناك موقف اردني مسجل في هذه النقطه لكن اذا تم هدم او تغيير شكل الباب كيف سيكون موقفنا اردني انا بعتقد انه من الضروره بمكان ان ننظر الى ملف القدس بشكل اشمل اوسع الموضوع ليس فقط تلت باب المغاربه او هي ما يسمى تله جسر باب المغاربه ترى الجسر الموجود حاليا هو جسر حديدي او خشبي عفوا لا لا قيمة اثرية لا الموقع قيمته اثرية اسلامية م. اما الجسر الخشبي الموجود بنته اسرائيل اصلا احنا موقفنا واضح ونتصدى لمواقف اسرائيل في اليونسكو وفي المنظمات العالمية وبشكل مباشر ايضا كان في فكره في البدايه يمكن مره في حلقه سابقه حكينا في هذا الموضوع لكن لا. من باب الذاكره فقط والتذكير الفكرة كانت أن إسرائيل كانت بعد عاصفة ثلجية نهد الجسر وأنشأت هذا الجسر الخشبي فبدها تهدمه كانت وتبني جسر حديدي لا علاقة له بطبيعة المكان لا تاريخا ولا جغرافيا ولا حتى معماريا وبناقض كل يعني الطابع اللي احنا متعودين عليه في ما يتعلق بالفن المعماري في في المنطقة ناهيك عن طبعا الاثر الديني فتصدينا لهذا في اليونسكو وتصدينا بشكل مباشر ونجحنا بانه نقنع العالم بانه لا يحق لاسرائيل ان تقدم مشروع احادي الجانب في هذا الامر وان يكون هناك اعتراف بالدور الاردني نحن معادة السلام الأردني الإسرائيلي اصلا تنص على الدور التاريخي للمملكه الاردنيه الهاشميه فنجحنا في هذا وما زالت هناك اجتماعات اليونسكو هذا الاسبوع ايضا سنواجه اسرائيل في هذا لكن اعود للصوره الاشمل المطلوب هو وبالمناسبه تخلت اسرائيل عن هذا الجسر الحديدي اللي كانت ناوية تبنيه، هو جسر اوسع وكان يمكن اهداف اخرى غير هدف انشائي، كان لا. بدهم يوسعوا حتى يمكن اليات تدخل هذا اوقفنا هذا، انتهى، عادوا لموضوع اما جسر حجري يتم التنسيق معه مع الاردن او يبقى الوضع على ما هو الان، اللي هو مقبول بالنسبه لنا حتى لا نؤثر على طبيعه المكان، لكن الصوره الاشمل والاوسع ان المقدسات الاسلاميه المسيحيه عند عندما نتحدث عن المسجد الأقصى ليس فقط كمسجد وإنما كحرم شريف هناك رعاية هاشمية هناك دور أردني نصر على هذا وكان خطاب جلالة الملك الأمم المتحدة واضح لا يعني خط أحمر مثل ما بيقول سيدنا خط أحمر هذا الموضوع طيب خليني أظني في, في الأراضي المحتلة وأنتقل لموضوع الأسر الأردنيين يتابعون قضاياهم سيدي هناك 17 معتقل يسير في السجون الإسرائيلية تم إطلاق سراح حوالي ستة منهم في السنوات الأخيرة بجهود الدبلوماسية الأردنية من خلال آه طبعا توجيهات جلاله الملك آه اولا ومن خلال الحكومه وزاره الخارجيه السفاره الموجوده في آه تل ابيب واكيد بدك انا سمعت المقدم بدك تسالني عن هذا آه هذه متابعه يوميه وهناك دائره متخصصه في هذا الشان في وزاره الخارجيه الاردنيه تتابع هذا الشان على مستوى يومي كل ساعات اليوم إما من حيث الاتصال مع أهالي المعتقلين أو الاتصال المباشر والضغط على السلطات المعنية في إسرائيل تأمين الزيارات لدبلوماسي السفارة للسجون التأكد من وضعهم وأوضاعهم عامة التأكد من عدم المساس بحرياتهم عدم انتهاك حرياتهم هذا أمر متابع يوميا ومش بالضرورة كل خطوة نقوم فيها رأسا ندلي بتصريح وإعلام وهذا جزء من عملنا اليومي وواجبنا. لا نستطيع إلا أن نقوم على اكمل وجه متى اخر مره زاروا ذوي المعتقلين أبناء كان في مشكله في في الاونه الاخيره بسبب مشكله داخليه حقيقه بسبب انه اسرائيل بتصر انه المعتقلين لما يتم اطلاق سراحهم اين سيذهبوا؟ هل سيبقوا في الاراضي المحتله ام سياتوا الى الاردن؟ فهذا اخر زيارات الاهالي لكن نجحنا مؤخرا بان تقوم السفاره بزياره عدد كبير من المعتقلين لم يكن كلهم حقيقه والتواصل معهم لكن احنا بنعمل على مدار اليوم يعني في يعني في اربع سنوات ما زاروا اقل شوي بس هو تقريبا بهذا اللحظة. رح يزوروا قريبا عم نشتغل عليها هي مشكله سياسيه اكثر من هي مشكله اداريه زي ما قلت لك انه اين اسرائيل بتصر على انه هذا المعتقل هو سيذهب الى الى الاردن او سيبقى في الاراضي المحتله وهذا بياثر على يعني في خلاف بيننا وبينهم على هذا الموضوع لكن احنا متابعين الموضوع طيب خليني في العلاقات الاردنيه الاسرائيليه وانتقل لموضوع سفير اردني في اسرائيل الان وهنا التوقيت لماذا الان؟ آه لماذا غدا؟ لماذا اول امس؟ آه احنا السفير آه حقيقه آه بعد ما ترك السفير السابق الاخ علي العايد وعين في الحكومه انذاك وكثير تعرضنا لضغوطات بالمناسبة آخر سنتين ونص أنه أنه لازم يرجع السفير لازم من قبل جهات مختلفة دول مختلفة أنه ليش يعني في معاهدة سلام ليش ما يكون فيه السفير نحن اخترنا التوقيت اللي هذا قرار سيادي آم أردني آم نحن نختار التوقيت الذي يذهب به السفير والسفير السفير مع مؤاخذة مش رايح شمت هوى آم السفير آم أولا اللي, اللي تم انتقاؤه دبلوماسي محترف يذهب لمتابعة مصالح الأردن منها موضوع الأسرة والمعتقلين منها نصرة الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية أنت بتعرف أن كل مشكلة بتصير بين في القدس تحديدا السفير الأردني والسفارة الأردنية اللي بتتدخل لحل هذه الموضوع وبيطلب من الأخوة في السلطة الوطنية الفلسطينية يعني مرة على سبيل المثال لا. قبل حوالي سنة في مجموعة من الشبان الفلسطينيين دخلوا واعتصموا داخل المسجد الأقصى وفجأة في نص الليل سمعنا بأن قوات الشرطة الإسرائيلية تحاصر باحة الحرم القدسي الشريف وتريد أن تقتحموا لإخراج هؤلاء المعتصمين هم صار في مشكلة بينهم برا لكن دخلوا واعتصموا في الداخل فكان في مناشد من قبل السلطة الوطنية أنه رجاء لا نستطيع طبعا هي ما لها وجود في القدس السلطة الوطنية فبضطروا يعني دور الأوقاف ودور الحكومة الأردنية دبلوماسيا دور مطلوب ومؤيد للقضية الفلسطينية دخلنا فجر يعني ثلاثة أربعة الصبح وأنهينا المشكلة خرجوا المعتصمين برعاية أردنية بالاتفاق مع إسرائيل وحميناهم من الهجوم اللي كان متوقع حقيقة احنّا لازم ننظر للامور من منطلق ومن زاوية مصلحة المملكة الأردنية الهاشمية، السفراء اللي خدموا في في تل أبيب كلهم سفراء تابعوا قضايا الوطن لنصرة قضايا الوطن، نصرة الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية، يعني في إجحاف عندما نقول أنّه والله السفير رايح الآن لإرضاء إسرائيل، هو رايح لرعاية مصالح الأردن، وهذا واجبه المقدس لكن عشيرته زعلانة بعض منهم ليش يعني بعض منهم مش كلهم بالمناسبة يعني. يعني في مجموعة منهم وحق يعبروا عن رأيهم لكن هذا دبلوماسي وموظف أردني في نهاية المطاف وهذه مصلحة الأردن وهذا ما هو مطلوب منه في هذه المرحلة يعني عدم مؤاخذ السفرة اللي راحوا قبل كلهم كمان كانوا من من عشائر معروفة محترمة من أسر وعائلات معروفة بدي أسأل سؤال يعني ليش اللغط والإثارة على موضوع حق الاردن في ان يكون له تمثيل دبلوماسي لرعايه مصالح الاردن ما عم بسمع أنا شغب على قرار جمهورية مصر العربية بإرسال سفيرها الآن ومش سفير كان من زمان رجعوه قبل أقل من شهر وهي الآن السفير جديد ذهب وبالمناسبة أوراق اعتماد السفير الأردن والمصري بنفس اليوم ليش ما بنسمع لغط في هذا الأمر ليش من حق مصر 17. كدولة <applause> لا؟ ليش من حق مصر كدولة أنه, إنه يكون لها سفير وتمثيل لرعاية مصالح مصر والأردن ممنوع من هذا الحق هذا حق وواجب وهذا يعني دبلوماسي وهذه بنهاية المطاف تصب في مصلحة الأردن وخيارنا وقرارنا السيادي وليس بضغط لو نشتغل ضغط كان من زمان عيننا السفير وافهم من كلامك انه الاستاذ وليد العبيدات لن يرضخ لضغوط عشيرته <applause> يعني هذا ارجوك هذا هذا موظف دبلوماسي محترف وهو واجبه وسيقوم بواجبه أنا راح أنتقل للملف السوري ونحكي فيه تفصيلا لكن بعد فاصل لا بالمناسبة عفوا الحوار. بس آخر دقيقة يعني كان في بيان على سبيل المثال من mm. من حركة الإخوان المسلمين واللي طبعا احنا جزء من النسيج السياسي في الأردن بأنه هذا يعني من الكبائر ومن طب يعني مصر أرسلت سفير ليش ما سمعنا كمان نفس البيان يطلق في يعني حقيقة هذه نابعة من مصالح بلد أظن أظن وضحت النقطة وراح انتقل معك للملف السوري معالي ابو طارق لكن بعد فاصل قصير مشاهدينا ابقوا معنا